لا انا ما بدش ايدي الا على حق الواد عشان ما رضيتش اشيل معاه الخشب حك العربيه الباب اتجرح وجرحه بالخشب اللي شايله على كتفه والعينيه. لا 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 انا قلت له انت الفرع اللي مشغلك مش العنقاب اللي مشغلك والمعلم ده انا بعرفني انا ما جبتش سته بحاله وحشه ولو ما عرفنيش خليه يسال عني قول له ابو صدام.